نابولي مسك الختام. نابولي في موسم هو تاريخي، من بعد اخر موسم كسبوا فيه الدوري بقيادة دييجو ارماندو مارادونا النجم الملهم في مدينة نابولي. نابولي بيرجع السنة دي في فريق لسه شباب، في فريق لسه بيتأسس، بمشروع الناس كلها بتتكلم عليه. المشروع ده نمنا صحينا لقينا نابولي بقت بعبع في ايطاليا. هل المشروع ده مدروس وجاي عن طريق دراسة ولا مشروع بالصدفة؟ بعد ما مشيت كباتن الفريق واللعيبة الكبيرة في الفريق ونزلت بمعدل الأعمار، هل نابولي عمل مشروعه المميز ومشروعه المهم والأقوى في أوروبا حاليا بالصدفة ولا كان عن طريق دراسة؟ ده اللي جايين نتكلم عليه في حلقة النهاردة، في حلقة جديدة من حلقات القهوة اللي هتبقى مستمرة معاكم كل جمعة إن شاء الله. فقبل ما نخش في أي حاجة، انزل اعمل لايك، ولو مرة تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان حلقات القهوة تجيلك أول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش نتكلم عن نابولي وسباليتي. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من حلقات القهوه. نابولي وسباليتي ولاعبين كتير جدا جبناها او جابوها نابولي هذا الموسم، بس عايزين نبداها من بدري شويه، مش عايزين نبداها من الموسم ده، عايزين نبداها من موسم 89 90، اخر موسم نابولي قدر يكسب فيه الدوري الايطالي، وموسم كان كسبه بقياده دييجو ارماندو مارادونا. ساعتها العمدة في نابولي كان عايز يعمل حاجة للمدينة، لان باقي المدن كانت ليها صيت معين. روما كانت هي العاصمة، ميلانو كانت المدينة السياحية، وكان تورينو هي المدينة المتحكمة في اقتصاد ايطاليا، ولكن نابولي كان عايز يبقى ليها شأن. فالشأن بتاع نابولي جه عن طريق ايه؟ جه عن طريق كرة القدم. عمدة نابولي قال رئيس نابولي عايزين نجيب لاعب يشد الناس للمدينة، فكان اللاعب ده هو دييجو ارماندو مارادونا. فجابوا دييجو ارماندو مارادونا، وفعلا بعد ايام من قدوم مارادونا ابتدت السياحه في نابولي تزيد، وابتدت الناس تيجي لنابولي علشان تتفرج على لاعب واحد بس وهو دييجو ارماندو مارادونا. ومفيش ما كملش موسم وقدر يجيب لهم لقب اوروبي هام جدا، ولحد النهارده نابولي ما جابش غيره وهو اليوروبا ليج موسم 88 89. وعشان يجي بعدها على طول في الموسم اللي بعده في موسم 88 موسم 89 90 بيكسب الدوري عن طريق دييجو ارماندو مارادونا. ولحد السنه دي لحد 2023 كان نابولي مكسبش ولا دوري من 90 ايام مارادونا. ومدينه نابولي بالنسبه لهم الكوره هي متنفسهم الوحيد. اي ولد بيتولد في نابولي ما عندوش اي رفاهيه ان هو يشجع نادي تاني غير نابولي. طالما انت اتولدت في نابولي هتبقى نابوليتانو زينا كلنا. فنابولي مدينه بتتغذى على كره القدم من اول الطفل اللي عنده 6 سنين اللي يقعد يقول لك المفروض نابولي يعمل كذا ويجيب كذا ويمشي كذا، وايه الفريق او ايه الطريقه المعينه اللي يلعب بيها، لحد الراجل العجوز اللي عنده 80 سنة اللي ممكن يقعد معاك يكلمك تكتيكيا عن سباليتي وازاي سباليتي يحسن من اوضاع الفريق وازاي يشيل الاخطاء او يعدل الاخطاء ويصحح الاوضاع. كل مدينة نابولي جواها مش بيجري دم احمر، لا ده جواها بيجري كرة قدم. في مايو وخصوصا يوم 29 مايو 2021 نابولي بيعلن عن قدوم لوتشانو اسباليتي مديرا فنيا للفريق خلفا لجاتوزو. ولكن بالنسبه لي كان اختيار سباليتي في 2021 ده كان بالنسبه لي اختيار غريب جدا. كان اخر تجربه ليه قبل ما يوصل نابولي كانت انتر ميلان في موسم او اخر موسم لعبه كان موسم 2018 2019، ومشي من بعدها عن طريق عن انتر، وانتر ما حققش المطلوب حتى. ده حتى اخر موسم ليه مع انتر خرج او وصل للمربع الذهبي والمركز الرابع في اخر ايام الدوري وبصعوبه جدا جدا جدا، وخرج كمان من الشامبيونز ليج من دور المجموعات، وكان مقدم موسم سيء جدا مع انتر ميلان. فبالتالي مشوه وقعد موسمين في بيتهم محدش جاب سباليتي، لدرجه ان احنا سمعنا ان الاهلي المصري بيفكر في لوتشيانو سباليتي وخلاص فاضل روتوش اخيره يبقى في النادي الاهلي. ولكن موسم 2021 اختار نابولي يكون المدير الفني بتاعهم لوتشيانو سباليتي. واحد اسالني طب انت بتقول لي فشل انتر ميلان ليه او فشل سباليتي مع انتر ميلان ليه، هقول لك بعد شويه وهقول لك قدام انا سردت لك فشل سباليتي مع انتر ميلان ليه. لوتشيانو سباليتي
اول ما جه نابولي جاب 4 لاعبين، بوليتانو من انتر، خيسوس من روما، ديفيد مارفيا من باري، وانجويسا من فولهام عن طريق الاعاره. اول موسم لتشان سباليتي مع نابولي ما كانش الموسم الافضل، كان موسم مليان مشاكل كتيره جدا جدا جدا. اول المشاكل دي وهي كانت اصابات اوسيمان، فيكتور اوسيمان كان اصاباته كتير على مدار الموسم وكان بيغيب في فترات مهمه جدا في الموسم. وغير مشكله اوسيمان المهاجم الاساسي بتاعك اللي كان بيغيب اكتر وقت او معظم الوقت في الموسم، كمان كان عندك مشكلتين مهمين جدا وهو نجوم الفريق عندك ميرتنز وانسيني، عندهم مشاكل في التجديد ومش هيجددوا مع الفريق غالبا، لان انسيني كان متفق خلاص مع تورونتو في امريكا ان هو يخلص الموسم ده وهيجيلهم في الصيف ببلاش. وكان المشاكل مع مارتينيز على او ميرتنز انه يجدد العقد، وكان ميرتنز رافض كل العروض المقدمه من نابولي لان هو يجدد العقد. وكان في مشكله ثالثه وهي الاشاعات اللي كانت موجوده على كوليبالي انه هيمشي من الفريق. ولكن رغم المشاكل دي كلها في الموسم الاول تحت كاره لوتشيانو سباليتي، نابولي خلص في الدوري المركز الثالث بفرق 7 نقط بس عن ميلان كان بطل الدوري وقتها، وخرج من اليوروبا ليج عن طريق برشلونه في الدور التمهيدي قبل دور ال 16. ولكن ساعتها كان برشلونه متوهج، كان ايامها بيكسب 4 اي حد بيقابله، فكان نابولي موسمه الاول مع لوتشيانو سباليتي ما كانش قد كده ولكن نوعا ما كان شغال. وفعلا اول ما سوق الانتقالات الصيفي فتح لقينا لورينزو انسيني راح لتورونتو في امريكا، وعلى طول ميرتنز راح خلص مع جلطة سرا في تركيا في حاجه غريبه جدا جدا جدا. وعندك كمان ميليك مشي راح مارسيليا، وسبينا اتجه للخليج عن طريق النصر السعودي، وفي لاعب كان مفروض من اهم اللاعبين في نابولي ولكن مشي اصلا، اللاعب ده هو فابيان رويز. فابيان رويز من ساعه ما سمع عرض باريس سان جيرمان قرر انه شويه يعمل مصاب، شويه ينقطع عن التمرين، شويه مش عايز يكمل في الفريق، وخلاص عرض باريس سان جيرمان زغل عينه وشتت تفكيره، هو بقاش في حاجه في دماغه غير انه يروح باريس سان جيرمان وياخد الراتب الكبير ويلعب مع مبابي وميسي ونيمار. فسباليتي مشي على نفس النهج اللاعبين الاخرين وقرر انه يسيب فابيان رويز ليه باريس سان جيرمان لانه ما كانش حابب ان يبقى فيه لاعب في الفريق، مش حابب انه يكمل في الفريق ويقعد بالعافيه، فقرر يسيبه لباريس سان جيرمان. وكمان اللاعب اللي كان مهم جدا 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 وكان قائد الخط الخلفي خليدو كوليبالي مشي برضه وراح تشيلسي. ولكن قبل ما اقول لك الصفقات اللي جابها في سوق الانتقالات الثاني اللي لتشان سباليتي مع نابولي، تعال اقول لك اللاعبين اللي جم اصلا قبل سباليتي ما يوصل نابولي وتوهجوا مع سباليتي. ابرزهم اوسيمان ب 75 مليون يورو من ليل الفرنسي، وساعتها كان في انتقادات كبيره جدا عن فيكتور اوسيمان قبل اصلا ما ينزل الملعب بسبب الرقم الضخم اللي جه بيه. وفعلا اول موسم ما كانش بالشيء المطلوب، او اول موسم ما كانش اداؤه على قد فلوسه. وجي كمان لبوتكا ب 20 مليون من سيلتا فيجو، لبوتكا اللي نجمه بقى يلمع بعد التعليق الشهير من فارس عوض لبوتكا يا سلام. وامير رحماني بعد اعراض كتير رجع من العرب اخيرا من هلاس فيرونا وفي مع نابولي. وبعد رحيل الفريق كامل تقريبا من سباليتي، بعد ما مشي ميرتنز وانسيني وكوليباري وفابيان رويز وميليك وسبينا، كان سباليتي من وجهة نظري محضر اوراقه من بدري جدا، لان انت اول على طول ما انسيني وميرتنز منشوا وراحوا تورنتو وراحوا جلطة سراي لقينا على طول نابولي بيخلص في لاعب من فريق دينامو باتومي الجورجي، لاعب محدش عارف اصلا انت اسمه خفيتشا كفاراتسخيليا ب 11.5 مليون يورو. وقرر تفعيل عقد انجويسا بعقد دائم مع نابولي من فولهام، وقرر يجيب لاعب كان في عينين مورينيو مع توتنهام كان هيموت ويجيبه، وهو كيم مين جاي من فنربخشة جابوه ب 18 مليون يورو، ولاعب مهم جدا، لاعب جابوه علشان يعوض خليدو كوليبالي، فبقى من اهم اللاعبين او من اهم المدافعين في الدوري الايطالي. وبعد ما كمان خلاص حس ان فابيان رويز مش هيكمل مع فريق، فراح جاب ندومبيلي اعاره من توتنهام علشان يسد فراغ فابيان رويز، وكمان معاه في الفريق اصلا انجويسا ولبوتكا وزيلينسكي، فكان ندومبيلي تدعيم لخط الوسط. ونابولي بعد ما تقريبا فريق كامل مشي من الفريق وجابوا لاعبين تاني اعمارهم صغيرين ومش معروفين كتير زي كافارا وزي كيم مين جي، ولاعبين كتير جدا مش معروفين اساسا على الوسط الرياضي ولاعبين صغار في السن بيجيبهم، وبنشوف نابولي
السنة دي منفجر في كل البطولات. يعني في نابولي في دوري الأبطال وصل ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وما خسرش في دوري الأبطال غير خسارة واحدة بس من ليفربول في أنفيلد 2-0، وأساسا كان في الذهاب كسبان ليفربول في نابولي 4-1. وغير إنه وصل أول مرة في تاريخه لربع النهائي في دوري الأبطال، لا ده كمان طريقه سالك نوعا ما للفاينل عشان يقابل ميلان في ربع النهائي، ولو صعد يقابل بنفيكا أو إنتر ميلان، وبعد نوعا ما عن طريق العمالقة سيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ وحتى تشيلسي. حتى في الدوري الإيطالي نابولي ما خسرش غير مرتين بس، مرة من إنتر ميلان في جوزيبي مياتزا، ومرة من لاتسيو في استاد دييجو أرماندو مارادونا. وبمناسبة لاتسيو هو في المركز الثاني بعد نابولي في الدوري الإيطالي، وتعادل مع ليتشي وفيرونا في أول 4 مباريات في الدوري، علشان نابولي يسجل أعلى نسبة فوز في الدوريات الخمسة الكبرى ب 23 فوز من 27 مباراة. ونابولي لحد تسجيل الحلقة دي مسجلين 64 هدف ومستقبلين 13 هدف بس. وعندك طبعا أحسن ثنائية في الدوريات الخمسة الكبرى كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمان. كفاراتسخيليا اللي جه علشان يعوض لورينزو إنسيني فأحيا ذكرى مارادونا. كفاراتسخيليا مساهم في 28 جول سواء من أهداف أو صناعة في جميع البطولات، وأوسيمان مساهم في 29 جول في كل البطولات ومسجل 21 هدف في السيريا A، وده تاني لاعب إفريقي يوصل للرقم دون في الدوري الإيطالي من بعد سامويل إيتو. ونيجي للسؤال الأهم، هل مشروع نابولي جه بمحض الصدفة؟ يعني مثلا نابولي لما مشي كولوبالي وميرتنز وإنسيني وميليك وسبينا وفابيان رويز وكل اللاعبين دول لما مشوا من الفريق، هل فعلا نابولي كان حاطط خطة إن بعد ما اللاعبين دي هتمشي هينزل بمعدل الأعمار ويجيب لاعبين شباب ويبني عليهم المستقبل، ولا ده كان بمحض الصدفة إن نابولي بعد ما اللعيبة دي مشيت ما كانش معاه فلوس يصرف على اللاعبين الكبار فقرر انه ياخد الخطة البديلة وانه يجيب لاعبين صغار في السن مش معروفين اساسا ويبتدي يبني عليهم؟ ده السؤال ده هجاوبكم عليه دلوقتي، بس هل اللاعبين اصلا اللي جابوهم دول كانوا كويسين ولا كانوا اي كلام؟ يعني بنشوف مثلا فيكتور اوسيمان بينفجر مع سباليتي في الموسم الثاني ليه بعد ما خلاص رست اوضاعه واصاباته خفت، ومن اهم اللاعبين في نابولي. عندك كفاراتسخيليا جه وبقى لاعب مهم جدا زي ما قلت لك، كانوا جايبينه علشان يعوض انسيني فاحيا ذكرى مارادونا. وغير ثلاثي الميدان المهمين جدا انجويسا اللي انا مستغربه جدا جدا جدا، لاعب كان دكه في فولهام بيجي نابولي بينفجر ويبقى من اهم وسط الميدان في الدوري الايطالي وممكن يكون في العالم كمان، وبيقدم موسم للتاريخ. وعندك لبوتكا اللي لمع جدا وبقى لامع جدا تحت قياده سبريتي واتجدد له 2027 ونجمه لمع اكتر بعد تعليق فارس عوض عنه. وعندك تلاته في نص الملعب زيلينسكي اللي بقى صانع العاب متاخر وبقى هو القائد الفعلي لهجمات نابولي، وبقى هو المعلم او القسطه في نص الملعب لهجمات نابولي، بيوزع لعب كويس جدا وبيعرف يلعب وبيعرف انه يخلي نابولي يتحول من الدفاع للهجوم في لمح البصر. غير لورينزو اللي بيقدم تقريبا افضل موسم ليه في تاريخه كلاعب كره قدم، وكيم مين جاي اللاعب المهم جدا اللي راح جابوه من فنر بخشة اللي كان جاي المفروض يسد خانه خليدو كولوبالي او يعوض خانه خليدو كولوبالي اللي كان قائد فعلي للخط الخلفي، ولكن كيم مين جه لنابولي علشان يبقى من افضل اللاعبين او من افضل المدافعين في الدوري الايطالي لو ما كانش افضلهم. وامير رحماني بعد رحله اعارات كتير جدا بيرجع لنابولي وبيثبت رجله في دفاع نابولي، وكان كويس او بقى كويس جدا تحت قياده نابولي وسباليتي. اللاعب بس اللي عليه نوعا ما كلام او مستمر عليه كلام وهو ميرت في حراسه المرمى، وعشان كده نابولي في الشتاء راحوا جابوا جوليني علشان يصحصح ميرت شويه. طب انا قلت لك اللعيبه دي كلها طلقت، وهل اللاعبين دول كانوا ممكن اصلا في فرقهم قبل ما يجوا نابولي؟ احب اقول لك كفاراتسخيليا كان منفجر في روسيا وجورجيا قبل ما يوصل ايطاليا، فيكتور اوسيمان كان منفجر في ليل قبل ما ينفجر في الموسم الثاني مع نابولي، كيم مين جاي كان مهم جدا في فنربخشة ولما جابوا نابولي كان كويس جدا جدا جدا. فاللاعبين دول مش جايين بمحض الصدفه. انا من وجهه نظري ان الخطه او المشروع ما كانش مرتب من الاداره، ولكن لما سباليتي جه نابولي حب يعمل حاجه للفريده وحب يعمل حاجه لنفسه، فبالتالي بدا ان هو يرتب اوضاعه ويعمل فريق كويس. فريق كويس مش باسماء كبيره واسماء عملاقه، لا فريق كويس بلاعبين شباب عشان لوتشانو سباليتي يبقى قادر يسيطر على اوضه اللبس هو بنفسه هو، ويعرف يتحكم في اللاعبين دي ويطلع من عندهم اقصى ما عندهم، يكون اللاعبين بينفذوا تعليماته وينفذوا افكاره بمحض ان هم ده المدرب اللي جابهم الفريق ده، وده المدرب اللي كبرهم، وده المدرب اللي خلاهم مهمين جدا في الدوري الايطالي وفي العالم، وعمل فريق
فعلا اوروبا كلها بقت تخاف منه دلوقتي. قلت لك في الاول ان لوتشيانو سباليتي فشل مع انتر، وسالتني قلت لي انت ليه بتقول لي ان لوتشيانو سباليتي فشل مع انتر انت جاي تتكلم على نابولي ليه؟ قلت لك ان سباليتي فشل مع انتر لان سباليتي من المدربين مش مدربين صحاب ان هو المدرب بطولات يوصل للمراحل النهائيه في البطولات، ولا اللاعبين اللي جابهم هم لاعبين بطولات وبيوصلوا للمراحل النهائيه في البطولات، ولا اصلا نابولي فريق بطولات بيوصل للمراحل النهائيه في البطولات. فبالتالي اللي بيحصل في الدوري الايطالي وبيحصل في التشامبيونز ليج ان مثلا في مايو وبنسبه كبيره هنلاقي نابولي هو بطل الدوري الايطالي وممكن كمان نلاقيه في فاينل التشامبيونز ليج، ده بالنسبه لي مش صدفه، لا ده عمل واجتهاد من سباليتي ومن لعيبه نابولي ان هم يعملوا الشكل دول. ناس كتير تقول لك ده مشى فريق وجاب فريق تانية ولعيبه شباب مش معروفه، فده صدفه يا معلم، وده جاب اي حد علشان يسد الخانه اللي عنده ونوعا ما يلعب على مراحل او يلعب على مراكز مؤهله للتشامبيونز ليج. ولكن بعد 3 او بعد 27 جولة بنلاقي نابولي في صدارة الدوري بفرق 19 نقطة عن المركز الثاني وفي ربع نهائي للتشامبيونز ليج. من وجهة نظري كل ده مش جاي بمحض الصدفة، ولكن لا ده شغل واجتهاد من سباليتي عشان يجيب اللاعبين ده ويعمل الشكل ده. سباليتي مش مدرب الكبير، مش مدرب البطولات، اللعيبة مش لعيبة كبيرة، مش لعيبة بطولات، والنادي اصلا مش نادي كبير ومش نادي بطولات. ولكن نابولي السنة دي عاد وبقوة بعد سنوات وسنوات وسنوات من عجاف وسنوات 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 من منافسة على دوري وعلى بطولة أوروبية. السنة دي نابولي قريب جدا من أنه ياخد الدوري وياخد بطولة أوروبية، وزي ما قال فارس عوض نابولي يا سلام، نابولي مسك الختام. ونابولي فعلا السنة دي من أمتع الفرق اللي بفرج عليها، من امتع الفرق اللي انا قاعد اتفرج عليها واتمتع بكورتها، لاعبين مهاريين، كوره مميزه، انماط هجوميه، اشكال دفاعيه، حاجه فعلا يا سلام على راي فارس عوض. ولكن في الاول وفي الاخر ده كان راي انا في نابولي، وكان بقول لك راي في نابولي في حلقه القهوه. قول لي رايك في الكومنتس، الحلقه دي اصلا معموله علشان المناقشه، والحلقات دي ما اصلا هتبقى مبنيه على مناقشه، بقول لك رايي في الفريق ورايي في مشروع ورايي ليه الفريق ده مثلا وصل للمرحله دي او انحدر للمرحله دي، فهنتكلم في كل شيء وهنتكلم عن فرق كتير جدا في المرحله الجايه. فقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس، هل حلوه ولا لا، وايه اللي ازود منه وايه اللي انقص منه. قول لي رايك في الحلقه في الكومنتس بشكل عام، وقول لي كمان رايك في نابولي، هل نابولي فعلا الفريق اللي اتعمل ده والفريق اللي بقى مرعب لاوروبا، هل فريق جه بمحض الصدفه ولا فريق مدروس من الاداره ومن المدرب؟ قول لي رايك انت في الكومنتس. ولو حلقه جديده ما تنساش تعمل لايك، ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تجي لك اول ما تنزل على طول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقوه في الديسكربشن تحت، ومش على فيسبوك، ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.